السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم المحاضرة التاسعة اللي هي Tumors of the Small and Large Intestine. قبل ما نطب الموضوع عندنا Introduction as simple as possible اللي هو عن How cell divide normally, How malignancy develop, What do we mean by tumor suppressor gene. اشياء هيك بس رؤوس اقلام على مد من نطب المحاضرة تكون المحاضرة مفهومة وواضحة. اول شيء احنا عندنا اللي هو Normal cell division. الخلية هاي الاصل تنقسم انقسام اللي هو الميتوتيك خليتين، كل خلية من عندهن تنقسم اثنين. فاللي صار عندنا انه اثناء التكوين مال الدي ان اي مالتهن قبل ما تنقسم، اذا صارت عندنا مشكلة بي فهاي الخلية تخضع الكشف بداخلها مثل جهاز مال كشف الاعطال. اذا لقوا بنصها فد مشكلة فاما انه تتصحح، عندنا شيء اسمه دي ان اي ريبير جين، او انه اذا ما قدر انه يصححها فتروح الى apoptosis اللي هو programmed cell death. الخلية هاي تنتحر وتنتهي، هاي بحالة النورمال. بحالة الكانسر اللي يصير عندنا شنو هو اللي يسيطرنا على تحويلها، الخلية هاي مخربطة، انه يصلحنا الدي ان اي الدمج مالتها او انه يسوينا اياها apoptosis يقتلها، هذا يكون صاير بيه خلل. فهاي الخلية ما راح تموت، فراح تصير هنا بين الخلايا اللي تكون هنا بين المخربطات. هاي الخلية اللي هي الفيرست ميوتيشن، الخلل اللي صار هنا من ينقسم يصير بعد خلل ثاني فيسموه سكند ميوتيشن. السكند ميوتيشن يصير لنا ثيرد ميوتيشن. هنا كل ما تزيد الميوتيشن مال الخلية تزيد الخربطة مالتها ويصير عندنا مور اجريسيف مالجنسي، فيصير عندنا ان كنترولد جروث، ماكو شيء يسيطر لنا عليها. اللي يتحكم بهن هذني اللي هو التيومر سبرسر جين، فهذا هو من اسمه يسوي سبرشن للتيومر، ما يخليه يتطور. فمن يصير به خلل ميوتيشن بهذا الجين فراح يسوي لنا كانسر. شنو الامثله عليه؟ انه هوايه، بس اللي اكثر شيء راح نحتاجهن هسه اللي هي الاي بي سي جين اللي هو مختصر مال ادينوماتوس بوليبوزيس كولاي، والجين الثاني اللي هو البي 53، وعندنا شيء ثاني اللي هو الكي ار اي اس. هسه نجي على المحاضرة مالتنا اللي هي Tumors of the Small and Large Intestine. من هذين الاثنين أكثر شيء عندنا اللي هو Large Intestine هو المسؤول عن Primary Neoplasm أكثر من أي أورغان ثاني بالجسم. أما Small Intestine فعلى الرغم من أنه هي الطول مالتها تقريبا 3 أرباع GIT، ولكن Uncommon Site for Benign or Malignant Neoplasm، قليل أنه يصير بيها Malignancies. فال Tumors of the Small Intestine Most Common Benign Tumors in the small intestine are adenoma، هي من بالاصل مالتها الابيثيليوم هو كولومنر ابيثيليوم. هذا الكولومنر ابيثيليوم من يصير عندنا تيومر يصير نسميه ادينوما. هاي الادينوما من تصير مالجننت نسميها ادينوكارسينوما. عندنا شيء ثاني بعد ممكن يصير عندنا بناين اي اللي هو الميزينكايمال تيومر. اوف مالجننت تيومر اللي هي قلنا ادينوكارسينوما اللي هو يتحول لنا من الادينوما. عندنا بعد شغله ثانيه اللي هي الكارسينويد. هذني تقريبا متساوي النسب بيناتهن اللي هي الادينوكارسينوما والكارسينويد. فالاوت ان اوردر يجي وراهن اللي هي الليمفوما والساركوما. هاي الصورة اللي هي الادينوما اوف ذا امبولا اوف فاتر اللي هي الفتحة اللي تجمع لنا بين الكومن بايل داكت والبنكرياتيك داكت وتصب لنا بالدودنم. تشوفون انه هنا ذير از اكزوفيتيك تيومر ات ذا امبولاري اورفيس. هاي هي الاورفيس، فقاعد تشوفون انه صاير عندنا بروتروجن داخل اللومن مالتها. هذا بناين. خلصنا من السمول انتستين، نجي هسه على الكولوركتال تيومر. عندنا بي نوعين، النوع الاول اللي هو نون نيوبلاستيك والنوع الثاني اللي هو نيوبلاستيك. نون نيوبلاستيك نقصد بيه اللي هو البناين، النيوبلاستيك نقصد بيه اللي هو البري مالجننت اللي ممكن يتحول لنا الى مالجننسي. البناين نقسم انواع اللي هي الهايبر بلاستيك والهامرتوماز والانفلاماتوري واللمفويد. البري مالجننت نسميه ادينوما، هذا الادينوما ممكن يتحول لنا الى مالجننت فنسميه ادينوكارسينوما. هذا هسه هو التقسيم الاول على اساس انه هو نيوبلاستيك او نون نيوبلاستيك. عندنا تقسيم ثاني اللي هو حسب الهيستولوجي مالتها، فهذا يكون اما تيوبولر يكون بي مثل فتحات او التيوب. النوع الثاني اللي هو الفيلوس يكون هيك شكله مثل فروع مال الشجرة. وعندنا نوع ثالث اللي هو الميكستشر، يدمج لنا بين التيوب والفيلوس يسموه تيوبولو فيلوس، هذا يكون الشكل مالته. هذا تقسيم. عندنا بعد تقسيم ثالث اللي هو يكون حسب الشكل مالته. اكو عندنا بيدنكوليتد
وعندنا سيسايل. البيدنكليتس اللي هو هذا مثال ماته يكون عندنا لها عنق، وهذا اللي هو صاير بيه البوليب هنا ممكن يتحرك يمنا ويسر مثل الاغصان مال الاشجار، شلون الحركه مالتهم. السيسايل اللي هو يكون القاعده مالته ثابته، يعني هو قبل البوليب هو لازق هنا بالابيثيليوم وحاله حالها وما يتحرك. خلصنا من هذا، عرفنا المصطلحات مالتهم. طبعا الموضوع هسه tumors of the colon and rectum non-neoplastic and benign neoplastic lesion of the colorectal are collectively known as polyp. كلهن سميهن polyps, which are common in the older adult population. Epithelial polyps that arise as the result of proliferation and dysplasia are termed adenomatous polyp, اللي هو نسميه adenoma الاسم الثاني مال هذا. Then يكون precursor of carcinoma, هذا نتيجة dysplasia, فلذلك هو يكون precursor of carcinoma. Non-neoplastic polyps هذني قلنا انه نقسمهن انواع، اللي هو اول شيء الهايبربلاستيك بوليب، هامرتوماز بوليب، والانفلاماتوري واللمفويد. نيجي على اول واحد اللي هو الهايبربلاستيك بوليب. These are the most common polyps of the colon and rectum. هذا اكثر شيء موجود. They are small, اقل من 5 ملم in diameter and appear as smooth protrusion of the mucosa. They are often multiple and consist of well-formed gland and crypts lined by non-neoplastic epithelial cells. يكون حجمهن صغير، الابيرنس مالتهن يكون سموث، وعبارة عن protrusion من الميوكوزا. غالبا انه يكون multiple well-formed، فلذلك انه تقريبا نفس الابيثيليال مال الكولون، ولكن صاير بي hyperplasia، يعني بس العدد مالتهن زايد بحيث صايرت انه polyp. النوع الثاني اللي هو الهامرتوماس polyp، هذا بيه نوعين. نوع الاول اللي هو الجوفينايل بوليبس، من اسم الجوفينايل معناها الشاب او يافع، هذا essentially hamartomas، بالاصل مالته هو هامرتوما. هامرتوما نقصد بيها انه هو عندنا فد بوليب، ولكن هذا البوليب المكونات مالته عبارة عن خلايا هي مو هذا مكانها الحقيقي، يعني فد مجموعة صايرة خربطة مو نفس الخلايا اللي موجودة عندنا بالكولون. Mainly of the lamina propria enclosing widely spaced dilated cystic gland. قلنا من اسمها juvenile معناها يافعة أو شابة، فلذلك هي تصير لنا بالchildren younger than 5 years old، اللي عمرهم أصغر من 5 سنين تصير عندهم juvenile polyp. Also are found in adult، ممكن تصير لنا بالadult of any age. إذا صارت لنا بالadult يسموها retention polyp. The regions are usually large in children, 1 to 3 cm in diameter. ولكن بالأدلت تكون إنه smaller. They are rounded, smooth, or slightly lobulated, and sometimes have a stalk as long as 2 cm. In general, they occur singly and in the rectum, and have no malignant potential. Juvenile polyps may be the source of rectal bleeding, and in some cases become twisted on their stalk to undergo painful infarction. يعني هي ما بيها malignant، ما تتحول إنه إلى malignancy، ممكن يصير بيها ulceration فتسوينا rectal bleeding. قسم من الحالات احنا مو قلنا إنه بيها stalk اللي هو العنق مال البوليب، هذا ممكن يفتر داير مداير نفسه twisted on their stalk، فمن يصير عندنا الفرة مالته ينعقد البلوت سبلاي مالته فيصير عندنا painful infarction. هذا هو juvenile polyp باللارج انتستين. عندنا الـ A and B outer aspect and cut surface of juvenile اللي هو النوع مال retention اللي يصير لنا بالأدلت polyp. هذا هو الشكل الخارجي، بعدين احنا قصينا من عدة مقطع فهذا اللي طلع عندنا. Note the ulcerated highly hyperemic surface اللي هي هنا، هذا اللي كلهن اللي صايرات جوزي، هذا هو ulcers وhyperemia. Cystically dilated gland in an edematous stroma، هذني هي الدايليتيشن اللي صاير بيهن هنا وعبارة عن سيست صاير بيها إديمة. بالمايكروسكوبي هذا هو whole mount view of a juvenile polyp، قطعة من نشوفها جوا الميكروسكوب، تشوفون هذني الفتحات اللي حكينا عليهم بالبداية. خلصنا من النوع الأول من الهامرتوما اللي هو juvenile hamartoma. نجي هسه على شيء ثاني اسمه Potts Jagger polyp. الاسم مالته هذا عالم وهذا عالم، اثنيناتهم اكتشفوا المرض فصار المرض باسمهم. هذا ايضا هامرتوماس بوليب that involve the mucosal epithelium, lamina propria and muscularis mucosa. They may occur sporadically، يعني وحد هالبوليب، او انه يكون عندنا بشيء اسمه Potts-Jagger syndrome، هذا
rare autosomal dominant syndrome characterized by أول شيء multiple hamartomas polyp scattered throughout the entire GIT مو بس بالكولون. النقطة الثانية اللي هي melanotic mucosal and cutaneous pigmentation especially around the lips and in the oral mucosa. فعندنا صفتين إلي اللي هي أول شيء البوليب اللي ممكن يكون إنه بأي مكان من الجي آي تي ومالتيبل. الصفة الثانية إنه عندنا صبغات اللي هي cutaneous pigmentation موجودة على اللبس أو الأورال ميوكوزا وممكن على أي مكان بالسكن، بس هذني أكثر مكانين هن يصيبهن. The patient with this syndrome are at risk of intussusception اللي هي جزء من الانتستين يدخل جزء ثاني، بالضبط نفس الناظور مال الدولة مال القراصنة أو البحارة هاي القديم، لما جزء يدخل بجزء ثاني أكبر من عده. Which is a common cause of mortality. هذا هو سبب المورتاليتي مال هذا الديزيز. The polyps are present most frequently in the small intestine. The oral pigmentation بهذا السندروم هاي هي الميلانوتيك ميوكوزال بيجمنتيشن ميوكوكوتينيوس بيجمنتيشن وذ ا بريدومينانت بيري اورال ديبوزيشن. فمن نشوف هذني بالحلق مال الطفل نتوقع انه عنده بوليبس فندز على اندوسكوبي على مود نتاكد. الهامرتوماز بوليب اوف سمول باول ان 12 years old girl tumor which had caused intussusception سوالها intussusception was not associated with other features of post-checker syndrome ما كان عندها بعد اللي هي البيجمنتيشن. الاي اللي هي الجروس ابييرنس اوف تيومر شوينج ديستينكت لوبيليشن شورت ستالك هذا هو الستالك هذا اند مالتيبل سمول سيست من صغار. والبي اللي هي البانوراميك فيو اوف مايكروسكوبيك سكشن رايمفاينج سنترال ستالك كونتينينج نومرس مسل بندلز سبورت فلوريد ابيثيريال بروفريشن ماني اوف جلاند شو سيستيك دايليتيشن هذا هو السيستيك دايليتيشن اللي موجود عندنا هنا. خلصنا من النوعين اللي هن نون نيوبلاستيك، اخذنا نوعين من عندهن اللي هن الهايبر بلاستيك والهامرتوما. نجي هسه على النيوبلاستيك اللي قلنا انه هو بريمالجنت اللي هو الادينوما. ادينوما ار انترا ابيثيريال نيوبلازم ذات رينج فروم سمول اوفن بيدنكوليتد ليجن تو لارج نيوبلازم ذات ار يوجوالي سيسايل. The prevalence of colonic adenoma increases progressively with age. كل ما يكبر يزيد الريسك مال الأدينوما. Male and female are affected equally. Adenomatous polyps are divided into three subtypes on the basis of the epithelial architecture. اللي هن tubular adenoma composed of tubular gland. النوع الثاني اللي هو villous adenoma اللي هو composed of villous projection. والنوع الثالث اللي هو tubulovillous adenoma اللي هو composed of mixture of the both above. All adenoma by definition arise as the result of dysplastic epithelial proliferation. High dysplasia range from low grade to high grade. There is strong evidence that adenoma are precursors for invasive colorectal adenocarcinoma. يعني هذا الادينوما اللي حكينا عليه قلنا انه هو نيوبلاستيك وهاي الديسبلاجيا اللي موجوده عنده ممكن تسوي لنا invasive colorectal adenocarcinoma. The risk of cancer is high, approaching 40% in villous adenoma more than 4 cm in diameter. يعني احنا مو قلنا عندنا ثلاث انواع اللي هو التيوبولار والفيلوس والميكستشر، لقوا انه بحالة الفيلوس يكون عندنا هاي ريسك اوف كانسر خصوصا اذا كان الحجم مالتها الدايمتر 4 سنتيم او اكثر. ادينوما may be single or multiple, may be asymptomatic and many are discovered during evaluation of anemia اللي هي تكون due to occult bleeding through endoscopy. يعني يجينا الشخص عنده انيميا فما هم ما يعرفون السبب ليش يدزوه على stool examination for occult blood loss فيلقون عنده bleeding فعلى مود يشوفون السورس مال البليدنج هذا مين يدخلون عن طريق الاندوسكوبي فيلقون الادينوما. الفيلوس ادينوما are often discovered because of overt rectal bleeding من يصير حجمها كبير ويصير بيها ulceration فراح يصير عندنا bleeding. هذا البليدنج راح يكون واضح يقول الشخص من يجي يقول انه ينزل ويا الستول مالته ينزل له blood. The most distal villous adenoma may secrete sufficient amounts of mucoid material rich in protein and potassium. هذا الفيلوس ادينوما ممكن يفرز لنا مواد بيها بروتين او وبوتاسيوم فهذني راح يسوون لنا هايبوبروتينيميا
وهايبوكاليميا. The only adequate treatment for adenoma is complete resection. اللي يشيلون هذا البوليب على مود تنتهي مشكلته. هاي هي الصورة مالتهن البيدنكوليتد ادينوماتس بوليب. هذا هو الستالك وهذا هو البوليب نفسه. هذا هو التيوبيلر ادينوما. The polyp is composed of neoplastic glandular structure that appear darker than the adjacent normal glandular elements. هذني اللي هن صايرات طوخ. هاي هي الجلانديولار ستراكشرز. الفيلوس ادينوما كولون بالليفت هذا هو السيرفس فيو، وهنا عندنا الكروس سكشن على ذا رايت. نو ذيس تايب اوف ادينوما از سيسايل. ذاك كان عندنا ستالك بارز من عده، وبالنهايه عندنا البوليب هنا لا يكون سيسايل راذر ذان بيدنكليتد اند لارجر ذان اتيوبيلر ادينوما. فيلوس ادينوما افريج سيفرال سنتيمترز ان دايمتر اند مي بي اب تو 10 سنتيمتر. الفيلوس ادينوما يكون عندنا هذا اللو باور مايكروسكوبيك ابييرنس، عندنا بي لونج فيلاي ار ارينج ان بارالل بيربنديكولار تو ذا ميوكوزا. هاي هي الفيلاي شلون تكون هي متوازيه. الفيلو جلانديولار بوليب there is a mixture of villus and glandular structures. تشوفون هنا عندنا فيلاي، ولكن بنفس الوقت عندنا هاي اللي هي الطوخ اللي هي صايره دارك، هاي هي الجلاندز. فهذا النوع هو الفيلو جلانديولار بوليب. اذن اللي حكيناهن اذا صار عندنا بيهن شيء وراثي يعني ضمن الفاميلي، يعني ممكن شخص ابوه عنده وجده عنده، فهنا نسميه familial polyposis، معناها هو runs in family. هذا يكون uncommon autosomal dominant disorder. Their importance lie in their tendency for malignant transformation. يعني المشكلة هنا انه هو ممكن يتحول انه الى malignant. منهن اللي هو Buschigard syndrome والjuvenile polyposis syndrome، وعندنا شيء ثاني اللي هو familial adenomatous polyposis اللي هو المختصر ما تنسميه FAP. Another hereditary condition in this context but is not associated with polyp formation اللي هو نسميه hereditary non-polyposis colorectal cancer syndrome اللي هو يسموه Lynch syndrome. راح ناخذ هسه الfamilial adenomatous polyposis اللي هو قلنا FAP. This is caused by mutation of the adenomatous polyposis coli اللي هو حكيناه بالبداية اللي هو قلنا تيومر سبرسر جين اللي يكون موجود عندنا على الكروموسوم 5. In the classic familial adenomatous polyp syndrome affected patient typically develop تقريبا 500 الى 2500 colonic adenoma that carpet the mucosal surface. The presence of a minimum of 100 polyps is necessary for a diagnosis. يعني تبين عندنا مثل الكاربت مغطينا اياها عبارة عن بس polyps. الرقم يكون كلش كبير، فمن يدخلون بالاندوسكوبي 100 polyp هي كافية على مود انه يشخصون انه يقولون هذا عنده familial adenomatous polyposis. هذولا قلنا انه عندهم مشكلة بالتيومر سبرسر جين، هذا صار بي ميوتيشن، فممكن اي ميوتيشن ثاني بعد يحول لنا ياهن الى مالجننت، فلذلك يصير عندنا لايف تايم ريسك اوف كانسر ديفلوبمنت از 100% موجود بهذول الاشخاص، يعني 100% انه راح يصير عندهم هم كانسر. سم بيشنتس اوريدي هاف كانسر اوف ذا كولون اور ريكتم ات ذا تايم اوف دايجنوزس، يعني بين ما يتشخص اول بدايه التشخيص مالته هو يلقون عنده كانسر، فلذلك يسووا كانسر بريفنشن ميجر اللي هي include early detection of the condition and prophylactic colectomy. يشيلون الكولون كله. هذا هو الفاب polyposis with numerous small polyps covering the colonic mucosa 18 years old. The mucosal surface is carpeted by innumerable polypoid adenoma. هذني كلهن هن عبارة عن polyps صغار. هنا the gross appearance of familial polyposis the entire large bowel was involved not the fact that practically all of the polyps are small and sessile. هذني ان كلهن هن polyps. Thank you.